تخطى سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأربعاء 30 جنيها لأول مرة في تاريخ العملة المصرية مقابل الدولار، وذلك بعد إعلان صندوق النقد الدولي تعهدات القاهرة بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ورفع أسعار الوقود. وبلغ سعر الصرف في البنك الأهلي الحكومي 29.6 جنيها للدولار، بينما كسر حاجز 30 جنيها وفقا لبيانات بعض البنوك حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة لليوم الأربعاء. وأرجع خبراء اقتصاديون دوليون سبب الأزمة إلى عدم وجود تدفقات كبيرة من دول الخليج، وإلى القدرة المحدودة للبنك المركزي المصري على توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق، ما يعني ضمنيا المزيد من تراجع الجنيه وزيادات في الأسعار في الأيام المقبلة. وللحديث أكثر حول الحالة الاقتصادية وهذا التدهور غير المسبوق بالجنيه المصري، معنا عبر سكايب الأستاذ نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي. أهلا بك معنا أستاذ نهاد. أهلا أستاذ جهاد، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام، أهلا بكم. ماذا يعني هذا الهبوط المتتالي بهذه القيمة الكبيرة غير المسبوقة تاريخيا للجنيه المصري أمام الدولار أستاذ نهاد؟ هذا نتيجة للتضخم ونتيجة أيضا لاشتراطات صندوق النقد الدولي الذي يصر على تعويم الجنيه، أي يكون سعر الصرف مرن حسب العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي المصري. لذلك رأينا أنه خلال أسبوع انخفض الجنيه المصري أو ارتفع الدولار مقابل الجنيه المصري 30%، صباح هذا اليوم وصل الرقم إلى 32 ومرشح للازدياد، ربما خلال شهر أو شهرين قد نرى 40 جنيه مصري للدولار. وإذا أخذنا بعين الاعتبار التطورات خلال 2022، أي منذ غزو روسيا لأوكرانيا، انخفض الجنيه المصري حوالي أكثر من 70%. لذلك هذا أمر كان متوقعا أن الجنيه المصري يتراجع، واشتراطات صندوق النقد الدولي هي مسؤولة عن ذلك لأنها تصر على تعويم الجنيه، تصر على ترشيد الإنفاق، خفض النفقات، إيقاف المشاريع مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل بناء طرق جديدة، بناء مدن جديدة وكذلك جسور وغيرها، وكذلك تصر على إصلاحات نقدية ومالية اقتصادية. ويبدو أن القاهرة وافقت على حزمة الإصلاحات لأنها بحاجة لهذا القرض من الصندوق النقد الدولي، والقرض يبلغ 3 مليارات دولار، نعم، خلال فترة حوالي 46 شهر، ومع اشتراطات أخرى مثل رفع أسعار الوقود. وتعني هنا رفع أسعار الوقود هو في الواقع رفع الدعم أو إلغاء الدعم على أسعار المحروقات، وهذا أمر أيضا يخضع للتفاوض لأن الحكومة المصرية لا تريد مزيد من الضغط على الشعب المصري. 60% من الشعب حسب الفاينانشال تايمز مؤخرا 60% يعيشون تحت خط الفقر، وأي تضخم وأي انخفاض في الجنيه المصري يؤثر على مستواهم المعيشي. لذلك هي أسوأ ربما وأعمق أزمة نقدية أو أزمة عملة تمر في تاريخ مصر حتى الآن. نعم، 43 مليار تتحدث الأخبار الرسمية المصرية على مصر سدادها خلال 6 أشهر، يعني من اليوم حتى حزيران القادم. أمام شح السيولة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري،
كيف لمصر أن تسدد هذه الديون الضخمة؟ هذه أيضا هنا ربما يتبع سياسة خذ من محمد لتدفع لمحمود، بالإنجليزي take from Paul to pay Peter، يعني تأخذ من طرف لتسدد. ربما تلجأ لدول الخليج، دول الخليج وضعت ودائع بقيمة حوالي 20 مليار دولار في البنوك المصرية خاصة البنك المركزي، ولكن هل الشروط تسمح باستخدامها لتسديد الديون؟ مؤشر الديون العالمية للشركات وللحكومات والأفراد انخفض قيمته بحوالي 10 مليارات دولار بسبب عدم مقدرة بعض الدول على تسديد الديون. رأينا إخفاقات في سريلانكا، إخفاقات في باكستان، إخفاقات في لبنان، ونرجو أن مصر تستطيع أن تقوم بتسديد الالتزامات حسب المقرر. وفي الأيام الأخيرة حصلت على دفعة سريعة جدا من صندوق النقد الدولي حوالي 347 مليون دولار لمساعدة العجز في الميزانية. لذلك لا أعتقد أن مصر ستفشل في التسديد مهما كان الأمر، لأن لا أعتقد دول الخليج ستسمح بذلك، تسمح لمصر أن تنهار، لأنه إذا لم تسدد وصنفت كدولة فاشلة لا تستطيع تسديد الديون، هذا سلبي جدا وسيء. وأعتقد حتى الولايات المتحدة لا تسمح لحليف قوي مثل مصر أن ينهار اقتصاديا. لكن الملاحظ أستاذ نهاد أن الدول الخليجية يعني تخلت عن سياسة الأعطيات والمنح والمساعدات المجانية، كان ذلك خلال فترة الانقلاب المصري وما تلاه بعد ذلك. إلى أي مدى هناك خشية كبرى من استمرار توجه السياسة الخليجية لشراء أصول، لشراء شركات سيادية مصرية بديلاً عن الأعطيات شبه المجانية؟ إلى أي مدى هذا يمكن أن يحل مشكلة لكنه سيبني مشاكل في المستقبل؟ لا، هذا السؤال في الواقع التنفيذ، أي الاستحواذ على استثمارات وأصول مصرية بدأ العام الماضي وليس جديدا. لذلك مصر ترحب بالاستثمار الأجنبي وخاصة الاستثمار العربي الخليجي في مشاريع بناءة، مشاريع زراعية، مشاريع سياحية، وهذا ليس غريبا. الأفضل أن تستثمر المال بمشروع يجدي ويؤدي إلى أرباح من أن تعطي فقط منح لا تسدد أو قروض على المدى البعيد. لذلك الاستثمار هو أحد الوسائل، وانخفاض الجنيه المصري سيجذب المزيد من الاستثمار لأن الأصول تنزل قيمتها، المشتريات من مصر تصبح في المتناول. لكن تصور إذا الجنيه المصري مرتفع، قيمته الصرفية مرتفعة جدا، هذا يحفز على عدم الاستثمار في مصر. لأن لهذا السبب صندوق النقد الدولي يريد أن يساعد مصر في حل مشاكلها ويصر على تعويم الجنيه، أي يأخذ قيمته الصرفية مجراها حسب العرض والطلب ومبدأ السوق المنفتح والاقتصاد المنفتح، ولا يريد تدخل كبير من الحكومة في الاقتصاد. لأن في اقتصاد في مصر نعرف أن هناك قطاع عام كبير جدا، وصندوق النقد الدولي يصر على تشجيع القطاع الخاص وتوسيعه. هناك شركات كبرى مثمرة يديرها الجيش، وهذا ليس سرا، يعني البيانات المصرية توضح ذلك أن الجيش له يلعب دور كبير في الاقتصاد. صندوق النقد الدولي يريد أن يقوم القطاع الخاص بهذا الدور، لذلك ربما ضارة تكون نافعة. ودواء صندوق النقد الدولي هو دواء مؤلم لكن قد ينقذ الاقتصاد المصري إذا تم تطبيق الشروط الصعبة. ومن سيتألم أكثر شيء هو المواطن العادي الذي إذا رفع الدعم عن خبزه وعن أيضا الغازه
والنفط وبتروله هنا ستكون المعاناة حقيقية. لكن أعتقد هناك تفاوض بشأن هذا، لأن صندوق النقد الدولي يعي تماما أن أي خلل في دعم السلع الأساسية في مصر قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. لذلك ونعرف أن صندوق النقد الدولي عدل التوقعات في النمو الاقتصادي المصري لعام 23، لكن إذا نظرنا إلى الأرقام والتوقعات لعام 24 حتى 27 نجد أنه يتوقع نموا اقتصاديا قد يصل إلى 5-9% بحلول 2026. هذا معنى هناك تفاؤل أن ربما السياسات والإصلاحات قد تكون مجدية وناجعة وتفيد البنك تفيد الاقتصاد المصري على المدى البعيد. لكن الآن المرحلة صعبة، ونرجو أن يتم إيجاد حل ربما يرضي الجميع ولا يؤذي الطبقات الفقيرة. كل الشكر لوجودك معنا وهذه القراءة الاقتصادية لواقع الاقتصاد المصري، الأستاذ نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي.